اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد mi se nalazimo na stranici 362 prve knjige na toj stranici imamo naslov Thanijen Fahmu Mesmu'i poslušat ćemo ovaj dijalog zatim odgovoriti na pitanja koja se nalaze unutar tog dijaloga Thanijen Fahmu Mesmu'i التدريب الأول استمع إلى الحوار ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب واحد كم عيدا في الإسلام في الإسلام عيدان يا أدمير كم عيدا في الإسلام ألف اثنان باء ثلاثة ألف اثنان في الإسلام عيداني جميل يا أمير استمع اثنان ماذا نفعل في عيد الأضحى نصلي ونذبح الأضحية ماذا نفعل في عيد الأضحى نصلي ونذبح الأضحية هل الجواب تحت حرف ألف أو باء باء نعم نذبح الأضحية يا أدوين استمع ثلاثة لماذا نسافر إلى مصر لنرى مصر ونهر النيل لماذا نسافر إلى مصر لنرى مصر ونهر النيل تحت حرف ألف جميل يا نرمين استمع أربعة كيف نسافر إلى سوريا؟ نسافر بالجو كيف نسافر إلى تركيا؟ نسافر بالجو تحت حرف ألف تحت حرف ألف وباء باء باء جوا 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 بالجو نعم جميل التدريب الثاني سنستمع إلى الحوار التدريب الثاني استمع إلى الفقرة ثم أجب بنعم أو لا في الإسلام عيدان عيد الفطر وعيد الأضحى عيد الفطر بعد شهر رمضان في اليوم الأول من شوال وعيد الأضحى في شهر ذي الحجة في اليوم العاشر في عيد الفطر نعطي زكاة الفطر للفقراء وهي صاع من طعام عن كل شخص وفي عيد الأضحى نذبح الأضحية بعد صلاة العيد ونزور الأهل والأصدقاء التدريب الثالث جميل يا حسن أولا في الإسلام عيدان نعم هذا صحيح في الإسلام عيدان يا هارون ثانيا عيد الأضحى قبل عيد الفطر خطأ لا يا أسماء ثالثا عيد الفطر بعد شهر شوال خطأ يا حارث رابعا عيد الأضحى في ذي الحجة نعم يا سعد الدين خامسا في عيد الفطر نعطي زكاة الفطر نعم نعم يا قادر سادسا زكاة الفطر صاع من الفواكه نعم لا لا نعم زكاة الفطر
فواكه وجنة مجزات وجزة صدقة الفطر. يا أديسي، سابعا في عيد الأضحى نذبح الأضحية. نعم يا آدس. ثامنا في عيد الأضحى نصلي ثم نذبح. نعم نصلي ثم نذبح. يا أدمير. تاسعا في العيد نزور الأهل والأصدقاء. نعم في العيد نزور الأهل والأصدقاء. الآن التدريب الثالث، سنستمع إلى الفقرة ثم نجيب على الأسئلة. استمعوا إلى الفقرة. استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. بدر مسرور جدا، بعد أسبوع تبدأ عطلة الصيف. بدر يحب عطلة الصيف، هي طويلة جدا 3 أشهر. سيسافر بدر مع أسرته في العطلة إلى أثيوبيا، ستقضي الأسرة هناك شهرا ثم تسافر إلى سوريا وتقضي في سوريا شهرا أيضا. تسافر الأسرة بعد ذلك إلى السعودية، وهناك تقضي شهرا في مكة والمدينة، تعتمر وتصلي وتزور. التدريب. جميل. السؤال الأول يا جواد. جميل. السؤال الأول يا أسماء، بما يشعر بدر؟ يشعر بدر بالصداع. لا، هو يشعر بالسرور. يشعر بدر بالسرور. يشعر بدر بالسرور. جميل. السؤال الثاني يا أمير، ماذا يحب بدر؟ بدر يحب عطلة الصيف. بدر يحب عطلة الصيف. يا أدوين، كم شهرا عطلة الصيف؟ 3 أشهر. نعم، عطلة الصيف 3 أشهر. جميل. يا سمير، السؤال الرابع يقول، إلى أين سيسافر بدر في العطلة؟ سيسافر إلى أثيوبيا وسوريا. سيسافر إلى أثيوبيا وسوريا. يا ياسر، السؤال الخامس، كم يوما سيقضي في السعودية؟ من يعرف الإجابة؟ شهرا. سيقضي شهرا في السعودية. جميل. يا هارون، ماذا سيفعل في مكة والمدينة؟ هل سيزور المسجد النبوي؟ يعتمر ويزور المسجد النبوي. جميل. سنستمع إلى هذه الفقرة مرة أخرى. سنستمع إلى هذه الفقرة مرة أخرى. التدريب الثالث، استمع إلى الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. بدر مسرور جدا، بعد أسبوع تبدأ عطلة الصيف. بدر يحب عطلة الصيف، هي طويلة جدا 3 أشهر. سيسافر بدر مع أسرته في العطلة إلى أثيوبيا، ستقضي الأسرة هناك شهرا ثم تسافر إلى سوريا وتقضي في سوريا شهرا أيضا. تسافر الأسرة بعد ذلك إلى السعودية، وهناك تقضي شهرا في مكة والمدينة، تعتمر وتصلي وتزور. التدريب الرابع. التدريب الرابع، أجب عن الأسئلة التي تسمعها باختصار. كم عيدا في الإسلام؟ هذا السؤال لك يا أسماء، كم عيدا في الإسلام؟ في الإسلام عيدان. في الإسلام عيدان. اليوم عيد في البوسنة. اليوم عيد إسلامي في البوسنة يا أسماء. نعم،
لا، اليوم يذهب الناس إلى الحجارة ويزورون الحجارة والجبال. جميل. يا حارث، السؤال الثاني لك. ما زكاة الفطر؟ ما زكاة الفطر؟ ما زكاة الفطر؟ يعني شتايتو زكاة الفطر؟ إلى كلكو زكاة الفطر؟ ما زكاة الفطر؟ الناس يعطي الناس الزكاة للفقراء. أبناء الناس يعطون. الناس يعطون زكاة الفطر. لكن ما هي زكاة الفطر؟ زكاة الفطر هي صاع من الطعام نعطيه للفقراء. صاع من طعام نعطيه للفقراء. صاع من طعام نعطيه للفقراء. يا سعد الدين، السؤال الثالث. ماذا تفعل في عيد الأضحى؟ ماذا تفعل في عيد الأضحى يا سعد الدين؟ أنت في عيد الأضحى تشرب القهوة في الأنصار، وماذا تفعل بعد ذلك؟ نصلي صلاة العيد، ثم نذبح الأضحية. نصلي صلاة العيد، ثم نذبح الأضحية، ثم نزور الأهل والأصدقاء. ثم نزور الأهل والأصدقاء. نصلي صلاة العيد، ثم نذبح الأضحية، ثم نزور الأهل والأصدقاء. السؤال الرابع يا قادر، استمع. أين ستقضي عطلة الربيع؟ أين ستقضي عطلة الربيع؟ أو أين ستقضي عطلة الصيف الآن؟ أين ستقضي عطلة الربيع إلى عطلة الصيف؟ هل ستقضي عطلة الصيف في زينيتسا، أو ستسافر إلى سراييفو، أو تسافر إلى خارج البوسنة؟ أين ستكون في عطلة الصيف؟ أذهب إلى يايتسا. اسمع، أذهب إلى يايتسا. جميل. أذهب إلى مستار وسراييفو. جميل جميل. زيارة في البوسنة، خروج البوسنة كل قدرة. دانا سودي بيلو مكي باكو الدنيا واقفة نمو يتاكو. يا أديسي، السؤال الرابع. أين تذهب في عطلة الأسبوع؟ أين تذهب في عطلة الأسبوع؟ أذهب إلى النهر. أذهب إلى النهر. أذهب إلى النهر. جميل. أربين. متى تسافر إلى مكة؟ متى تسافر إلى مكة؟ بعد الاختبار. أنا سأسألك سؤالا سهلا. مكة بعيدة، وهذا السؤال صعب. السؤال السهل، متى ستسافر إلى فيتيز؟ فيتيز قريب، وهذا السؤال سهل. نعم، فيتيز مهم جدا. يا آدس تفضل. ألبين يحب فيتيز. كيف تسافر إلى مكة؟ كيف تسافر إلى مكة؟ كيف؟ تسافر إلى مكة بالطائرة. أسافر إلى مكة بالطائرة. جميل. يا محمد، كم يوما تقضي في مكة؟ كم يوما تقضي في مكة؟ سأقضي في مكة عشرة أيام.
جميل، صفحة جديدة. التدريب الأول، تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال. يا أدمير، المثال يقول: كيف تسافر إلى مصر؟ أسافر بالجو. وكيف تسافر أنت؟ أسافر بالبحر. أولا يا أدمير، أثيوبيا، السيارة، الطائرة، تفضل. كيف تسافر إلى أثيوبيا؟ أثيوبيا، أثيوبيا نبوسنسكو. أسافر بالسيارة. أسافر بالسيارة. تسافر أنت؟ أسافر بالطائرة. ممتاز. كيف تسافر إلى أثيوبيا؟ أسافر بالسيارة. وكيف تسافر أنت؟ أسافر بالطائرة. يا جواد، ثانيا، جزر القمر، جزر القمر، الطائرة، البحر. كو هذا جواد؟ جزر القمر، جزر القمر مولين إما أنا أصدق هذا جواد عافتسي كومورو كومورو أنا أود قمر وأنا أستلو جزر القمر وأنا توجي مسلمان توجي مسلمان بيسني بيسني دجاج مسلمان تو نزنا jer u nas nema pravila znaš zavisi kako su oni naši oni geografičari odluče da nazovu tu državu znaš kako primjer radi Vijena je svugdje Vijena kod nas je Beč cijeli ljudi iz geografije dali ime Beč ona iako to nema nigdje osim kod nas. A tako da ne mogu ja znati kako se zove neka država tamo u Africi, nisam vidio što smo pisali naši geografičari. Te fada da džava. Kejfe tu safiru ila džuzuri u kameri. Džuzuri u kameri, nam. Tu safiru bil ta'ireti. Safiru bil ta'ireti. Kejfe tu safiru ente, tu safiru bil bahri. Nam, mumtaz. Kejfe tu safiru ila džuzuri u kameri. أسافر بالجو أسافر بالطائرة وكيف تسافر أنت أسافر بالبحر جميل يا أدوين ثالثا تونس الجو البر كيف تسافر إلى تونس أسافر بالجو وكيف تسافر نعم كيف تسافر إلى تونس أسافر بالجو وكيف تسافر أنت أسافر بالبر يا نرمين رابعا القاهرة كيف تسافر إلى القاهرة أسافر بالقافلة وكيف تسافر أنت أسافر بالقطار أسافر بالقطار سمقاف بالقطار تاكو كيف تسافر إلى القاهرة كايرو أسافر بالحافلة وكيف تسافر أنت أسافر بالقطار يا ياسر خامسا الأردن البحر الجو كيف تسافر إلى الأردن أسافر بالبحر وكيف تسافر أنت أسافر بالجوي جوي وازدو كيف تسافر إلى الأردن؟ أسافر بالبحر وكيف تسافر أنت؟ أسافر بالجو يا حسن سادسا السودان السيارة القطار كيف تسافر إلى السودان؟ أسافر بالسيارة وكيف تسافر أنت؟ أسافر بالقطار جميل التدريب الثاني أكمل الحوار يا هارون لدينا جواب سأقضي عطلة الربيع في تنزانيا سأقضي عطلة الربيع في تنزانيا نعم السؤال المناسب هو أين ستقضي عطلة الربيع أين ستقضي عطلة الربيع يا أسماء الجواب هو ثلاثة أسابيع تقريبا ما هو السؤال المناسب كم يوما كم يوما عطلة الربيع كم يوما عطلة الربيع ثلاثة أسابيع تقريبا جميل يا حارث الجواب هو غدا إن شاء الله ما هو السؤال لا عطلة الربيع
متى تبدأ عدة الربيع؟ غدا إن شاء الله. يا سعد الدين، الجواب بالطائرة السعودية. كيف تسافر إلى السعودية بالطائرة السعودية؟ أسافر بالطائرة السعودية. جميل. يا قادر، في الثامنة مساء هذا هو الجواب، ما هو السؤال المناسب؟ من يعرف؟ في أي ساعة ستسافر؟ في أي ساعة ستسافر؟ Napišemo dva glagola. Prvi je glagol akla, yukliu, habata, jehbitu. Ova se dva glagola koristi za poletanje aviona i sletanje aviona. Poletanje aviona i sletanje aviona. متى ستقلع الطائرة؟ متى ستقلع الطائرة؟ اللي متى أقلعت الطائرة؟ كذا أدلتي وأفيون. متى هبطت الطائرة؟ متى ستهبط الطائرة؟ سلتتي هبطة. جميل. وهبطة غلاغل وانا القرآن. قل نهبط منها جميعا. جنة بوش. قل نهبط منها جميعا. سبوستيتاسي. إيش جنة عشان نسميو. سي زايدنا. جميل. الجواب يا أديسي هو نعم ستذهب الأسرة معي. ممتاز. هل ستذهب الأسرة معك يا ألبين؟ شكرا لك. ماذا نقول هنا؟ رحلة سعيدة. شكرا لك. رحلة سعيدة. شكرا لك. التدريب الثالث، أجب عن الأسئلة مستعينا بالصور يا آدس. السورة الأولى هي سورة أحمد. السورة الأولى هي سورة أحمد. السؤال هو أين أحمد؟ في المطار. نعم، أحمد في المطار، لأنه في سورة ثانية في الطائرة. أنا أصلا دارو قصتي اليوم يوشنا بيات بس بيات. أحمد في المطار. أحمد في المطار. يا محمد، السورة الثانية هي سورة أحمد كذلك. السؤال هو إلى أين هو مسافر؟ هو مسافر إلى السعودية. هو مسافر إلى السعودية. نعم، هو مسافر إلى السعودية. يا صالح، السؤال الثالث يقول أين الطائرة الآن؟ الطائرة الآن في المطار. نعم، الطائرة الآن في المطار. يا آمر، هل أنت حي؟ السؤال الرابع، أين أحمد يا آمر؟ في المكة أو المدينة؟ في المكة. أحمد في مكة. جميل. يا أدمير، السورة الخامسة، ماذا يفعل أحمد؟ وزما سيلفي توب. أتي دعني كده قلقم. أتي أزكى ما سيلفي. هو إما كجنا سليك كجى أنا. Ja, smotka, smotkom, ona slika kaže, onaj,
draga moja motka, kod koga je najljepša fotka? To Ahmed pita sebe sada. Mada je falu? Mada je falu? Mada kulte jente ja admir? Huj ja temiru. Ne kaže se ja temiru umrete. Ja temiru sadržu sebe umru. Razumiješ? Ja temiru unutar njega je umra. Jer ima ta slova. Kaj ja huđu l'hađe. Ja huđu, gotovo je. Znači obavlja hađ. Ja huđu obavlja hađ. Ja temiru, nam. Ahmedu, ja temiru. Ja džavad. Ejne juqimu Ahmedu. Fil? La. Fil funduk. Juqimu Ahmedu fil funduk. Jamil. At-tadribu rabi'u, ja emir. At-tadribu rabi'u, ja emir. تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال كم يوما سنقضي في مصر الجواب سبعة أيام جميل نسافر يوم السبت إن شاء الله تفضل يا أمير مكة عشرة الأحد جميل كم يوما سنقضي في مكة عشرة أيام عشرة عشرة أيام جميل نسافر يوم الأحد إن شاء الله يا أدوين المدينة تسعة الاثنين كم يوما سنقضي في المدينة؟ تسعة أيام جميل نسافر يوم اثنين إن شاء الله. ممتاز، كم يوما سنقضي في المدينة؟ تسعة أيام جميل نسافر يوم الاثنين. يا نرمين اقرأ أين اقرأ يا نرمين؟ أين أكره؟ من يعرف؟ لا. في غانا. في غانا. توصل لكم نبرون كورس أكره. يعني غاد غانا. هي ما يو نيه ولوتا إسبتيفيشنا. أنا زبس سي دي. أكره. يا سامي بيتوا بس غانا مش على دي في دي. أكره ثلاثة الثلاثاء. تفضل. مسافر يوم الثلاثاء إن شاء الله جميل كم يوما سنقضي في أكرا ثلاثة أيام جميل نسافر يوم الثلاثاء إن شاء الله يا سمير مسقط أين مسقط يا سمير في عمان نعم أربعة الأربعاء ممتاز كم يوما سنقضي في مسقط أربعة أيام جميل نسافر يوم الأربعاء إن شاء الله يا ياسر غامبيا خمسة الخميس كم يوما سنقضي في غامبيا خمسة أيام خمسة خمسة أيام جميل نسافر يوم الخميس كم يوما سنقضي في غامبيا خمسة أيام جميل نسافر يوم الخميس إن شاء الله يا حسن غانا ستة الجمعة ستة الجمعة كم يوما سنقضي في غانا ستة أيام جميل نسافر يوم الجمعة إن شاء الله جميل سنرتاح قليلا ارتاح يرتاح وزنك اشتا ادمرتي ستوك لاغو زراحت ارتاح يرتاح ارتاح يرتاح والمرتسة سنرتاح قليلا سنرتاح قليلا مع النحو قبل اسمه او
Bina u fi'al al-amr. Rekli smo da fi'al al-amr može biti mebni na četiri znaka. Prvi smo rekli da je mebni na sukun. Tako. Pa smo rekli da je mebni na feth. Pa smo rekli da je mebni na što? Hadfu harfi l'ille i četvrtu hadfu nun. Objašnjavali smo prošli puta kada fi'al emr bude mebni ala hadfu harfi l'ille. Rekli smo da su glagoli koji završavaju sa bolesnim slovom na kraju. Kao što, primjer, kada, na primjer, pa kažemo, naredba od kada je, kako bi je naredba od kada? Glagol ovako, kada, na kraju imamo bolesno slovo. To je elif ovdje. Kako bi bila naredba? Iqdi. Ovako. Iqdi. Ono što se dogodilo da ovaj elif nestao. U svakom imperativu, svaki fi'al emr, kada na kraju ima bolesno slovo, mi ga u imperativu brišemo. I pišemo slovo koje smo odstranili. A ja sam vam davno rekao da je svaki elif u osnovi wow ili ja. Pa kada kažemo glavo kada, ono je u sadašnjem vremenu kako? Jakdi. U što ste pretvorio ovaj elif? U ja. Tako? Elif ste pretvorio? U ja. Zato je ovdje kesra. Kao znak da je odstranjeno to slovo ja. Imamo glagol sa'a. Ovako. Učio sam taj glagol, tako? Činite sa'a i Safa i Merve. Sa'a. Ovo je elif. Evo ga, elif na kraju. Rekli, da elif moramo pretvoriti, da otkrijemo šta je on u osnovi. Pa kažemo jes'a. Jes'a. U osnovi elif ovdje je ostao opet. Niste promijenio. Sve što imamo, niste promijenio. Kada kažemo glagolsku imencu od ovoga glagola, dobijemo šta je taj elif? Ja. Ali u pravilu ovih glagola, ako je ostao u sadašnjem vremenu, elif, niste promijenio iz prošlog u sadašnjem vremenu, kao što je ovdje bio slučaj, ostaje u naredbi fetha. Pa kažemo isa'a. Iako je se on ovdje pojavio, kada ga u riječniku tražimo, moram tražiti pod sin, ajn i ja. Po ta tri slova. Ali ovdje je ostala ova fetha, jer je on u sadašnjem vremenu ostao ponovo sa fethom. Nije se pretvorio u ja, kao što se jakad je odmah pretvorio u ja. Pa smo stavili mu kesru. Imamo glagol, treći glagol, da'a. Da'a. I jedu'u. I njegovo sadašnje vrijeme. Ovaj elif se pretvorio u što? Wow. I onda će naredba biti? Ud'u. I tu je glagol, Ana, sura Nahl 125, Majatola kaže ud'u, ila se bil rabike, bil hikmeti, ud'u. Ova dama ovdje nama govori da smo mi u sadašnjem vremenu imali glagol sa slovom, wow. Znači, kada dođu ti glagoli sa bolesnim slovima, pošto su oni svi u prošlom vremenu sa elifom, faktički. Meša, rema, elif. Gledamo u sadašnje vrijeme. Primjer, rema, baciti nešto. Glagol rema znači baciti nešto. Sadašnje vrijeme se kaže jermi. Naredba će biti jermi. Ovako. Jermi. Odstranit ćemo to ja. Ona, istaviti kesu. U ovom slučaju iz ove glagole kažemo fi'al emr mebni ala. Svi su glagoli fi'al emr mebni ala. Samo glagoli na što? Prvo imali smo sukun, pa feth. I sada imamo ovo. Treće, što smo radili prošli puta, hazfu, ostranjivanje, harf, slova, el-ille, bolesnog. Hazfu, harf, el-ille. Kažemo, fi'al emr mebni, a znak da je on mebni je to što smo stranili njemu, ovo njegovo bolesno slovo, ovdje koje je bilo u sadašnjem vremenu. Hazfu, harf, el-ille. Dobro, to je treća. I četvrta, smo rekli da je četvrti znak i posljednji koji više nema više znači, je hadfu nun. Odstranjivanje slova nun. Mi u imperativu možemo obratiti, uzmemo glagol dhehebe, muškom rodu, pa kažemo idheb, tako? U glagolu idheb, kako ćemo analizirati taj glagol? Idheb.
فعل الأمر مبني على السكون. Znači, اذهب فعل الأمر مبني على السكون. To je prva situacija. Da se obraćamo muškom rodu jednini. Idheb. Imamo ženski rod u jednini, tako? I onda kažemo šta? Kako kažemo se ženi idi? Idhebi. Dodali smo ovo ja. Rekli smo idhebi. Kako ćemo nazvati ovaj glagol? Jeste. Fjel emre mebni ala hadfin nun. Zašto se tako analizira? Ja sam vam pročitao naveo vam pravilo. Koje sam rekao da je fjel emr mebni na čemu mu je mudarija međzum. Jedna ženska osoba, kada se obraćamo, mi kažemo enti tedhebine, je tako? Kažemo žensko enti tedhebine. Kada bi ja htio da ovdje stavim lem, bilo bi lem tedhebi, ne stave ovo nun, zbog lem. I ovo su glagoli koji sa sobom imaju nun na kraju. Kao što su enti, entuma, idite vas dvojica. Idheba. Kada Allah kaže Musa Harunu, idheba, ni dvojica. Ovako, za dvojinu. Idheba. Koliko možemo još se obraćati? Možemo množini muškog roda. Pa kažemo, idhebu. I možemo još množini ženskog roda, tako? Idhebne. Možemo zaključiti da je ova prva situacija i peta situacija su fi'al emr mebni ala sukun. Fi'al emr mebni ala sukun. Kad se obraćamo muškoj jednini i ženskoj množini. Fi'al emr mebni ala sukun. Ostale tri situacije sa glagolom fi'al emr budu mebni ala hadfin nun. Budu mebni ala hadfin nun. Glagol normalan. Kažem normalan. Kažemo fi'al emr mebni ala hadfin nun. Svaki glagol, znači ima pet, ovdje mislim ovih glagola, pet načina imperativa. Za muški rod jednine, za ženski rod jednine, za dvojinu. Vas dvoje, idite li, vas dvojica, sve isto. I za mušku i žensku množinu, to je pet. Ako je glagol sahih, nije bolesno slovo na kraju, prvi i zadnji su mebni ala sukun. Ostalo je sve mebni ala hadfi nun. Samo ako ovaj glagol sam po sebi nije, da kažem, zdrav što kažu, onda je mebni ala hadfi harfi lejle. A glagol kada sama dođe nunu teukid na kraju, oni su mebni ala fethi, to se rijetko koristi. Ovo tri situacije su nam prve bitne, jer se stalno koriste i u Kur'anu, i u jeziku, svakodnevnom, znači, ovo je četvrta situacija, znači, da je znamo, da je poznajemo, ali je rijetka u korištenju. Tako da, ova tri glagola ovdje, znači, ova situacija ovdje, ova i ova, sve su one u osnovi bile, idhebi je nastala od tedhebine. Idheba od tedhebani. Idhebu od jedhebune. Od jedhebune. Tako da imaju svi nun na kraju. A mi smo učili pet glagova sa ovom nun kad dođe lem, da im se nun briše. Tako se u naredbi isto briše to nun. Znači da kažemo, u osnovi bilo idhebun. Kad došla naredba, da se nun briše. Idhebu. Da kažem tako. Dobro. S tim smo ako ovog da kažem završili ovo što smo planirali gramatike za ovu prvu knjigu. Navešemo samo nekog primjera. Nekog primjera bez da nešto posebno. Imamo znači taj ajet, 40. ajet iz sure Taha, kada Allah kaže Musa Harun idheba ila Firaune. Idheba ila Firaune. U analizi idheba kažemo da je idheba fi'al emr mebni ala hadfi nun. A ovaj elif, on je fa'il. Ovaj elif se zove, kako se zove ovaj elif? Zove se eliful ithnein. Eliful ithnein. Elif koja označava dvojinu. Idheb jedan. Idheba, znači taj elif je
onaj sugerirao da se radi o dvojini. Ta je elif, elif ili ithnin. Ovo vavu se zove vavu. Ovo vavu džema, ovo je elif ili ithnin. Dobro. Također ovo ja u idhebi, ovo ja, žensko ja, ovdje je fail. Svi oni su faili, ovo ja, ovo elif, ovo vavu, su faili u tim onaj glagolima. Kada dođe zamjenica poslije njih, ona je potvrda. U primjeru, u suri Bekare, kada Allah obraća se Ademu alejhi selam, u 4. ajetu, pa mu kaže uskun ente o zauđuke, uskun ente. Uskun je fijel mebni ala sukun. Wal fa'il zamir mustati takdiruhu ente. A ovo ente, potvrda. Ne može fa'il doći nikada naveden. Iako je tu, on je potvrda. Svi ovi glagoli u sebi sadrže onaj, da kažem, fa'ila. Dobro. Vraćamo se ovom našem tekstu. Etadribu thalith. Eđib, ne, to smo završili tako. Etadribu hamis. Tebadali l'hivara ma zamilike kema fil mithal. El mithal. Ledeje fikretun. Nusafiru ila Misre. Kejfe nusafiru ila Misre? Nusafiru bil džavvi. Muwafiqun. Fikretun tajibetu. Šta znači muwafiqun? Pristajem, slažem se. Slažem se? Dobro. Gdje smo stali kod koga? Ja, Harun. El Iraq, et ta'ire. Ladejje fikretun nusafiru ila Iraq. Ila Iraq. Kejfe nusafiru ila Iraq? نعم لدي فكرة نسافر إلى العراق كيف نسافر إلى العراق نسافر بالطائرة موافق فكرة طيبة يا أسماء قطر دشوا نبيش ال سنيوم ن ال قطر قطر بز ال قطر السيارة قطر قطر كيف نسافر الى قطر نسافر بالسياره مباشره في قرطنطين قوي ايمه زمانه الكويت الكويت كنت درست انا كرايو كاجو ده جنس رودا كاجو كواتن كاجو الكويت الحبيبه نكاجو الحبيب اذا قطر الحبيبه Tako se onaj, država se podrazumije da su ženskog roda. Zato se ovdje kaže ila Katar i onda memnomine sarf je ženskog roda, sa imence ženskog roda su memnomine sarf. Džemil, kej ledej je fikretun nusafiru ila Katare? Kej fe nusafiru ila Katare? Nusafiru bis sejarati muafikun fikretun tajibetun. Ja Haris, thalithen, Tanzania el Bahar. نعم لدي فكرة نسافر إلى تنزانيا كيف نسافر إلى تنزانيا نسافر بالبحر موافق فكرة طيبة يا سعد الدين تونس البحر جميل لدي فكرة نسافر إلى تونس كيف نسافر إلى تونس نسافر بالبحر موافق فكرة طيبة يا قادر الرياض الحافلة نعم لدي فكرة نسافر إلى الرياض كيف نسافر إلى الرياض نسافر بالحافلة موافق فكرة طيبة يا أديسي السودان القطار لدي فكرة نسافر إلى السودان كيف نسافر إلى السودان نسافر بالقطار موافق فكرة طيبة التدريب السادس والأخير اليوم أجب عن الأسئلة التالية يا حارث السؤال الأول يقول كم عيدا في الإسلام هل أنت متأكد؟ هل أنت متأكد؟
ماذا لسنا متأكد؟ متأكد. أين أكتب هذه الكلمة؟ نكتبها هنا. متأكد. متأكد. سيغورا. نبغي نبيسة تريد سيغورا. كوك سامنا سيغورا. متأكد. متأكد. سيغورا. متأكد. هل أنت متأكد أن في الإسلام عيدين؟ أن في الإسلام عيدين. أن اسم أن نزاد منصوب بالياء. يا سادة دين، السؤال الثاني يقول: متى يكون عيد الفطر؟ بعد شهر رمضان. ممتاز. عيد الفطر يكون بعد شهر رمضان أو في شهر شوال. يا قادر، السؤال الثالث: ما زكاة الفطر؟ من فواكه. من الطعام. ساعة من الطعام. زكاة الفطر ساعة من الطعام. يا أديسي، رابعا، ماذا تفعل في عيد الفطر؟ في عيد الفطر نصلي الصلاة. نصلي صلاة العيد و نذهب إلى أولوبو، نزور الأهل والأصدقاء. نزور الأهل، أهلا في أولوبو، والأصدقاء في أولوبو. هذا هو الجواب. والسرايفو. والسرايفو جميل. يا ألبين، سنذهب إلى بيتز إن شاء الله. السؤال الخامس يا ألبين، ماذا نفعل في عيد الأضحى؟ نذبح الأضحية. جميل. نصلي صلاة العيد ونذبح الأضحية. أين سنذبح الأضحية؟ دونا. السؤال السادس يا آدس، أين تصوم شهر رمضان؟ في المدينة في البيت. أنا أصوم شهر رمضان في المدينة. في المدينة في البيت. جميل. في المدينة. في زنزة. يا صالح، كيف تسافر إلى السعودية؟ كيف تسافر إلى السعودية؟ نعم يا محمد. أسافر إلى السعودية بالجو. أسافر إلى السعودية بالجو. ألبين الله تنقل راديو تشوفي سي بازي سي بريشي سي ميموري ألبين برسنكي بوتيزا في جبوت فيرو ألبين دوكازا نوفيشي إسبراكسي. Ja, Admir, to što kažete volim, sam drag. Sualu thamin, ja Admir, kem jeu men fil usbu'i? Kem usbu'i? Sebaate? Sebaate ajam. Sebaate ajam, fil usbu'i, sebaate ajam. To je sumnjaš, ne znam šta je, će se neku novu fetvu neko donijet, da kaže ima više ili manji. Ja, Džavad. أين ستقضي العطلة؟ ستقضي العطلة في البيت. سأقضي العطلة في البيت. يا أمير، هل تساعد والدك في عمله؟ يا أدوين، نسيت أسبوع تيمي وبشتى. هل تفهم السؤال؟ يا أدوين، هل فهمت السؤال؟ يعني المين؟ نعم، أساعد والدي في عمله. نعم، أساعد والدي في عمله. أسمع لك دان دواي غلاغل تيش كم ميموريسات كم وقا بيمينت هون سنعش بماغت أمير بماغت توي غلاغل تيش كم ميموريسات كم وقا جبوت بيمينتي. يا سمير، هل زرت مكة؟ لا ما زرتها. ممتاز. يا آمير، هل زرت المدينة؟ لا ما زرتها. لا ما زرتها.
يا ياسر هل زرت المسجد الحرام؟ لا ما زرته. ما زرته؟ ما فهمت. لا ما زرته. دارو أكو ده سد نعم أذكر. دارو ما نيكو قرافو كو يا دي سي. هل زرت المسجد النبوي؟ نعم زرت المسجد النبوي. لدي فكرة نذهب إلى البيت. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان.